لك ان الناس ادت لك من وقتها وركزوا معاك وادالك صوته وقال لك شكرا ان انت قدمت لنا محتوى وقدمت لنا حاجه مفيده او قدمت او اتسلينا وبسطنا وفي نفس الوقت انت تستحق الجائزه دي. فانا بشكر الجمهور العريض ده بصراحه على وجودي النهارده في الافضل في وشوشه. بشكرهم جدا جدا ان انا باخد جائزه افضل ممثل على مسلسل توبه. الحمد لله. الجمهور ده هو نمره واحد بالنسبه لي. ايه اللي هيتقدم له؟ انا هصدر ايه للناس دي؟ لان هو ده السي في بتاعك، هو ده اللي هيبقى وانت موجود او مش موجود من بعد الواحد يعني ما ربنا يريد. انت قدمت ايه في الفتره اللي انت كنت عايش فيها في العمل الفنيه اللي بتقدمها للناس؟ الورق، ما هو الورق هو اللي بيحدد لك انت تقدر تلعب ده ويتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا ولا لا. بس هي حسبة بسيطة يعني، بتقول لا أنا أقدر أعمل ده أو ما أقدرش، لا لما تشوف حد تاني يعمله. صعبة وعايزة وقت وعايزة فراغ وعايزة إنك تروح بقى وتعيش برا مصر، وأنا ما أقدرش أسيب مصر بصراحة يعني. حاولت طبعا فيها وكل حاجة وبحاول، بس في نفس الوقت لا أنا بقول بلدي طبعا يعني، إحنا أولى ببعض. عندي حاجات جاهزة للعرض، عندي مسلسل وش الريح، هند صبري، اياد نصار، جمانة مراد، هدى المفتي، ناس كتير قوي، اخراج الاستاذ احمد خالد موسى. عندي حاجة اسمها حدث بالفعل تنزل قريب، حلقتين هما على المنصة، دول سايكو دراما. عندي مسلسل اسمه خمس جولات، ده هينزل قريب برضو ان شاء الله. ولسه بقى في انتظار الفترة الجاية ان شاء الله، في يعني نقرا حاجات كده ان شاء الله لرمضان، ربنا ييسر. كل سنه طيبين، وكل اللي ما قدرش يحقق اللي بيحلم بيه في 22 يحققه ان شاء الله واكتر في 23. ماجد المصري.